شباب، السلام عليكم يا جماعة. الله يعطيكم العافية والله يسعد أوقاتكم يا رب. اليوم بدي أحكي على موضوع شراء الببغاء. يعني مثلا واحد غشيم ما عنده فكرة ولا عنده خبرة إنه يقتني ببغاء، وحابب أول مرة يشتري ببغاء، أو راح لعند صاحبه شاف عنده ببغاء بالبيت، فبتعرف بيشتهي لأولاده، بيحب هو لأله يقتني هذا الشيء. فمن الطبيعي إنك أنت يكون ما عندك فكرة بهاي الأمور وحابب إنك تتعلم أو تعرف كيف تشتري ببغاء أول مرة بحياتك. طيب، كيف بدنا نعرف صحة الببغاء جيدة ولا مو جيدة؟ أنت مجرد ما تفوت على محل الطيور بشكل عام، صاحب المحل طبعاً هنن أصحاب المحلات أصناف كتير وأنواع كتير. في عالم بتحب تنصح، وفي عالم بتبيعك أي شيء أصلاً هو ما بيكون عنده خبرة بالشيء اللي هو عم يبيعه. طيب، أنت حابب تعتمد على حالك بهذا الموضوع، شو بدنا نعمل؟ أول شيء، الببغاء اللي بيعجبك واللي بتشوفه بالمحل، من الضروري إنك تشوف القفص، أرضية القفص اللي هي الصينية، وتشوف البراز تبع الببغاء. إذا كان براز اللي بأرضية القفص في إسهال، رايح على إسهال أو على خضار مع بياض، فهذا يعتبر في التهاب حاد. طبعا صاحب المحل ما حيقول لك، إذا كان يعني ما كان رجل ثقة ما حيقول لك إنه هذا مريض أو في أي مشكلة، هو بده يبيعه بس. طيب، من الضروري انك تلاحظ انه البراز متماسك. اذا البراز متماسك معناتها الجهاز الهضمي تبع الببغاء معناتها 100% صح، ما عنده اي مشكلة. اثنين، بدك تلاحظ ريش الببغاء. كيف بدنا نلاحظ ريش الببغاء؟ اول شيء ما يكون فاضي من عن صدره، او فائد شيء من الريش مبين، الجلد مثلا من عند الرقبة، من عند الصدر، من عند الكتاف. ممكن هلا حدا يقول لي طيب في منه بيكون عم يبدل ريش، مزبوط في منه بيكون عم يبدل ريش، بس تبديل الريش في إله مقياس او معايير نشتغل عليها او نمشي عليها او متعارف عليه. بس انت ليش تشتري ببغاء اصلا عم يبدل ريشه؟ اذا انت بامكانك تشتري ببغاء متكامل. كيف وشلون بدنا نعرف الطير جسديا وانه ريشه حلو وجسمه حلو؟ هنعطي مثال كتير حيتع. يلا هلا بنشوف هذا الببغاء. طبعا هذا الببغاء اللي صورت لكم ياهن كانوا اثنين مبارح. خلينا نلاحظ الريش. هذا الريش مرسوم رسم، من كتير من الضروري انك تراح تلاحظ انه هذا هو تناسق الريش. هلا انا في احيانا لما بعمل اعلانات بيع فبقول انه الريش متناسق مرسوم رسم، فهذا المرسوم رسم بدك تطلع عليه للببغاء، انه هذا الطير مرسوم رسم بالريشه. بسم الله ما شاء الله، يعني طلع عليه من اول الرمادي من راسه لاخر الحمار من تحت. تمام، هذا الفيديو الاول ان شاء الله حيكون الجزء الاول لشرح كيف بدنا نشتري ببغاء. ان شاء الله استنوني مع جزء ثاني لنعطي تفاصيل اكثر ونخوض بخبرتي، اعطيكم من خبرتي ان شاء الله بهذا المجال. نحن ما راح نكتفي بس بكيف بدك تشتري ببغاء، نحن كمان حنتابع بقصص تانية عن غذاء الببغاء وصحة الببغاء وكيف بدنا نتابع معه وكيف بدنا نقص اظافيره مع منقاره و الى اخره. بتمنى لكم الخير ونشوفكم على خير. تحياتي لكم، السلام عليكم.